بانتظار من يسقيها ماء الحياة ويعيد لها شبابا ذوى قبل الأوان. الرياضة الكويتية تبحث عن انتفاضة وتمرد على واقع تهالك بعد أن تكالب أبناؤه على هدم أركانه. حول العالم وفي المنطقة نتابع نهضة كبرى في المنشآت الرياضية، بينما ظلت الكويت في حالة تجمد. الملعب مثل ما أنتم عارفين، نادي الفيحيل صار له 7 سنين ما لعب ملعبه، يعني من 2000 تقريبا 2011 احنا ما لعبنا بملعبنا. يمكن اللاعبين بالذات يحسون بهالشيء لما اللاعب ما يلعب ملعبه اللي كل يوم يتمرن عليه، فالمباراه تصير اصعب عليه. طبعا احنا ما لعبنا بملعبنا لاسباب كثيره. اولها الملعب غير صالح، الارضيه غير صالحه نهائيا، الكشافات غير صالحه لاناره، يوقاسوها تقريبا قالوا 50% و 60%، يعني محتاجين 40% زياده، يعني 100% عشان توصل. بالنسبه للمدرجات نفس الشيء، ما كان عندنا مدرجات، توهم بلشوا التفتوا لنا على سالفه المدرجات. الملعب غرف الحكام غير صالحه، غرف اللاعبين غير صالحه. اذا بقول لك غير صالحه ما راح اخلص. استاذ نايف الدبوس بنادي الفيحيل الرياضي شاهد من بين عده شواهد على معاناه الرياضيين الكويتيين من شح الامكانيات والدعم اللوجستي. الملعب مثل ما انتم شايفين الحين، يمكن الملعب يمكن من احسن الملاعب حاليا كارضيه، وطبعا مو الهيئه اللي سوتها، على حساب رئيس النادي صار الملعب، سواء معدات سواء صيانه سواء يعني اهتمام كامل كله من رئيس النادي. هو المفروض يكون عن طريق شركات احنا نتعاقد وياها، يجون يسوون ارضيه الملعب ويسوون له صيانه ايضا. مسؤولو نادي الفيحيل طال انتظارهم لامل قادم من الهيئه العامه للرياضه واتحاد الكره. حاليا الهيئه وعدتنا خصوصا الشيخ حمود المبارك بسالفه الاناره، وان شاء الله خلال الايام الجايه ان شاء الله يركبون لنا الاناره، لان الملعب مثل ما شايفين احنا سويناه. اكثر الناس تكلمت استاد استاد استاد، للحين ما شفنا الاستاد وشكله مطول، بس احنا ما عندنا مشكله حاليا، نبي نلعب ملعبنا. يعني ابسط شيء حق اللاعب انا اقدر اقدم له اياه انه خليه يلعب ملعبه. يعني مثلا اتحاد مباراتنا الاخيره احنا لعبنا ضد الجاهره بالجاهره، والمباراه محسوبه حق فيحيل. يعني شيء غريب صراحه، هذه رساله لازم يعني يستوعبها الاتحاد، شلون يلعبني مع الجهره بالجهره، يعني ابعد منطقه بالنسبه لي وبملعبه وهي المباراه لي. الاتحاد يبلغني انا اروح اخاطب النادي. طبعا هم عارفين ان خلال السنين اللي طافت احنا كلمنا انديه وايد ورفضت، قالت لا اسمحوا لنا، اقدر انا ما اقدر اخصبها. طبعا هو الاتحاد هو اللي كلمه، هو اللي خاطب، هذا المنطقي يقول هو يروح يكلم النادي الثاني. وطبعا نادي قريب كلنا، اليرموك، الشباب، الساحل، اي نادي يكون على الاقل قريب. احنا وافقنا حتى لو نادي ابعد شويه، بس مو انا اروح اخاطبه، انا خاطبه يرفضني، شنو استفيد؟ نرجو ان يقوم الجميع بدوره على اكمل وجه لانهاء معاناه نادي ولاعبي الفيحيل. لبرنامج الديربي خلف العنزي.